السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن تحدت التهديدات البريطانية باستهداف مباشر على مضيق باب المندب يوم أمس. التفاصيل نشرت هذه المرة من قبل القيادة المركزية الأمريكية بهذا الشكل، بالإضافة إلى هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية تحدثت عن نفس المسألة. وكالة رويترز أيضا نشرت المزيد من التفاصيل عما جرى ونقلت تفاصيل من شركة أمبري البريطانية المختصة طبعا في الأمن البحري البريطاني. الاستهداف جاء مباشرة تجاه ناقلة الحاويات التي ترونها هنا، سفينة تحمل علم مالطا، لا علاقة لهذه السفينة بإسرائيل بأي شكل من الأشكال، وهي CMA CGM TAG. هذا هو اسم السفينة التي استهدفتها جماعة الحوثي. جماعة الحوثي قالت بأن هذه السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل، وعلى هذا الأساس استهدفوا هذه السفينة. ولكن في حقيقة الأمر إذا ما ذهبنا إلى طبيعة توجه هذه السفينة بعد دخولها لمضيق باب المندب إلى البحر الأحمر تحديدا، ستجد بأنها كانت قادمة من سنغافورة إلى الإسكندرية في مصر. وهذا يعني بأن هذه السفينة كانت قادمة بهذا الاتجاه عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس لتتجه إلى الإسكندرية الموجودة هنا بهذا الاتجاه. وعادة مثل هذا التحرك لهذه السفن تتجه مباشرة وتجعلها تتجه إلى أوروبا، وبالتالي هي ليست متجهة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال. وحتى إذا ما عدنا إلى تاريخ تحرك هذه السفينة، فإنك ستلاحظ على سبيل المثال إذا ما عدنا إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، لن تجد علم إسرائيل حاضرا. ممكن أن تجد علم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنك لن تجد إسرائيل. إذا ما عدنا بالتاريخ أكثر بشكل أكبر إلى على سبيل المثال إلى أكتوبر، لن تجد أيضا علم إسرائيل. بالعكس، ستجد الصين هي كنقطة تحرك لهذه السفينة. بالتالي ليس واضحا كيف لجماعة الحوثي أن وجدت أو قالت أو على أي دليل استندت بأن هذه السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل. بغض النظر عن توجه هذه السفينة، الاستهداف قد حدث وحدث هنا في هذه المنطقة في مضيق باب المندب. السفينة ببساطة كانت تتحرك بهذا الاتجاه، وصلت إلى هذه النقطة تقريبا إلى جنوب غرب منطقة المخا. المخا هي هنا بهذا الاتجاه إلى جنوب غربها على مسافة ما يقارب 24 كيلومترا. كانت هنالك عدد من النداءات من جماعة الحوثي والإنذارات النارية لهذه السفينة. السفينة طبعا لم تستجب لهذه الإنذارات بحكم أن هنالك حلفا يحمي حركة الملاحة الدولية بشكل عام، وجاءت جماعة الحوثي لإطلاق 3 صواريخ بارستية قادمة من اتجاه مدينة تعز مباشرة على هذه السفينة. لكن الصواريخ سقطت بالقرب من السفينة، لم تضربها بشكل مباشر، وبدأت نداءات الاستغاثة من هذه السفينة للتحالف الموجود في المنطقة من أجل مساعدتها. لكن ما هو مثير بهذه التقارير؟ بأن هنالك قاربا، لم يحددوا هوية هذا القارب، كان هذا القارب على بعد ما يقارب 1.6 كيلومتر وهو يراقب هذه السفينة، وكذلك أن طول هذا القارب تقريبا 50 مترا فقط بحسب التقارير وما نشر عن هذا القارب. وبالتالي هذا القارب قد يكون هو لأسباب التجسس على هذه السفينة من أجل تحقيق استهداف أدق من قبل جماعة الحوثي، ولكن قد يكون أيضا لالتقاط الصور أو تصوير مقطع الاستهداف على هذه السفينة لأغراض ممكن أن تستفيد منها جماعة الحوثي في الترويج لطبيعة الاستهدافات التي تقوم بها على السفن التجارية وخطوط الشحن هنا في البحر الأحمر، أو قد تكون من أجل انتظار لحظة استهداف هذه السفينة، ومن ثم أن يكون هنالك عناصرا من جماعة الحوثي ليقوموا بالانقضاض على السفينة، تجعل ارتباكا بعد ضرب السفينة ارتباك أيضا بقوى الأمن التي وقعت أو شركات الأمن التي وقعت مع شركات الشحن في هذه أو على متن هذه السفن لحمايتها. ممكن أن يستغلوا هذه المسألة بعد الضربة للاستحواذ والسيطرة واحتجاز هذه السفينة وأخذها إلى مناطق جماعة الحوثي. لكن طبعا السيناريو الأكثر أو الأقرب إلى الحقيقة قد يكون من أجل التجسس أو حتى التقاط الصور أو المقاطع المصورة، لأن هذه المنطقة مثل المخا على سبيل المثال بأكملها في مضيق باب المندب هي تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، وأيضا الدول الموجودة على مضيق باب المندب أيضا هي ليست دول متحالفة مع جماعة الحوثي بشكل عام. بالتالي هذا هو السيناريو الذي جرى بهذا الشكل. والمثير بهذا الاستهداف من قبل جماعة الحوثي
هو يأتي بعد تهديدات كبيرة صادرة من قبل الجانب البريطاني. The Times البريطانية، وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس على التلغراف البريطانية قالوا بشكل واضح بأنهم سيقومون بحملة عسكرية ضد جماعة الحوثي بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، وسيستهدفون جماعة الحوثي في الأراضي اليمنية وكذلك في البحر الأحمر، والاستهدافات ستكون بالصواريخ والطائرات الحربية. ومع ذلك جماعة الحوثي قامت بهذا الاستهداف في شكل واضح وفي تحد واضح من جماعة الحوثي لكل التهديدات إن كانت الأمريكية وإن كانت البريطانية. والمثير أن هذه الاستهدافات من نفس الجماعة مستمرة على المنطقة، على البحر الأحمر، على مضيق باب المندب وعلى خليج عدن، رغم أن التحالف الذي شكل ضدهم له أكثر من أسبوعين على هذا التحالف، ولكن الأهداف الرئيسية لجماعة الحوثي تتحقق والأهداف الرئيسية لهذا الحلف لا تتحقق على واقع الأرض. آخر الصور على سبيل المثال للحركة التجارية، على سبيل المثال هذه التي ترونها لحركة التجارة العالمية في المياه الإقليمية، سترى السفن تتحرك في كل مكان عدا البحر الأحمر، وهذه صورة أقرب لها، وستلاحظ أن البحر الأحمر ليس هنالك أي حركة تقريبا من السفن ومن شركات الشحن، وهذا يوضح أن هذا بالضبط ما تريده جماعة الحوثي وما تريد أن تحققه. والمثير بهذا الأمر أيضا أن هذا الاستهداف من جماعة الحوثي لا يأتي فقط بعد التهديدات البريطانية التي قالوا فيها البريطانيون بأنهم سيستهدفوا جماعة الحوثي، لا أبدا، بل هو يأتي أيضا بعد ساعات من استهداف كبير وخطير هز العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس بهذا الشكل. وهذه الضربة أدت إلى مقتل عدد من القياديين المهمين في حركة حماس في جنوب لبنان، وأهم هذه القيادات هو صالح العاروري وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. هذا الرجل هو رجل مهم للغاية ورجل خطير للغاية في نفس الوقت، وهو ليس مطلوبا من قبل إسرائيل فقط، لا أبدا، هو مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية صدق أو لا تصدق. على Rewards for Justice على سبيل المثال سترى أن صالح العاروري مطلوب بقيمة $5 مليون لأي شخص ممكن أن يقدم معلومات عن العاروري، بالإضافة إلى ذلك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر اسم العاروري في الشهر الثامن من العام الماضي، أي قبل أحداث قطاع غزة بأكملها، وتوعده بأنهم سيقومون باغتياله بشكل مباشر، وبالتالي هو خطير على إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، واضح بأنها تعتبر هذا الرجل أيضا خطيرا عليهم، ولذلك نرى جائزة بقيمة $5 مليون لأي معلومة مهمة ممكن أن تقدم على العاروري، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذا الرجل التقى المرشد الأعلى الإيراني عند إحدى الزيارات التي قام بها إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهذه صورة أخرى له مع المرشد الأعلى الإيراني نشرت له مؤخرا طبعا بعد مقتله، بالإضافة إلى ذلك إلى أنه كان ظاهرا في هذا المقطع المصور المشهور لمكتبي أو المكتب السياسي لحركة حماس. العناصر كلها حاضرة هنا في تركيا عندما احتفلوا بسجدة شكر على ما جرى في 7 أكتوبر من عملية كبيرة قادتها الفصائل الفلسطينية في العمق الإسرائيلي. ظهر العاروري هنا كما تلاحظون، هذا هو صالح العاروري، وهذه لقطة قد تكون أوضح لشكل صالح العاروري. الرجل له أهمية كبيرة للغاية، وذلك لأنه هو كان أساس تأسيس خلايا الفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان، كذلك هو أسس البنى التحتية للفصائل الفلسطينية التابعة طبعا لحركة حماس في الضفة الغربية، وهو كان له جزءا ويدا في ما جرى في 7 أكتوبر على العمق الإسرائيلي، وكذلك إسرائيل تعتبره رجل إيران في حركة حماس، ولذلك هذا الرجل له أهمية ليست بالطبيعية. وعملية الاغتيال التي جرت أيضا هو يعتبر حدث كبير وكبير للغاية، أيضا هنالك عناصر مهمة قد قتلت معه في هذه الضربة التي جاءت على العاصمة اللبنانية بيروت. نتحدث هنا عن سمير فندي، هذا الرجل هو أحد أهم القيادات الموجودة في كتائب القسام في جنوب لبنان، وهو مسؤول عمليات حركة حماس في جنوب لبنان، وكذلك عزام الأقرع أيضا أحد القياديين المهمين أيضا
في كتائب عز الدين القسام. هنالك المزيد أيضا من القيادات الذين قتلوا أثناء اجتماع خاص بهم في العاصمة بيروت. وهذا وموقع الاجتماع كان واضحا نوعا ما من هذا المقطع الذي نراه المتحدث الذي كان يصور هذا المقطع نوعا ما حدد الموقع وقال بأنه بالقرب أو يأتي بعد منطقة المشرفية الموجودة في الضاحية الجنوبية في بيروت. وهذه طبعا الصور نوعا ما وضحت لنا طبيعة الموقع إذا ما أخذنا هذا الموقع على سبيل المثال لنحدد هذا المبنى البارز بمسافة يأتي مبنى آخر هنا مبنى وبمسافة مبنى آخر خلف المبنى الذي طبعا أشرنا إليه. وهنالك مسافة واضحة جدا من هذا المبنى توضح هنا بالاتجاه الشمال بين ليست هنالك الكثير من المباني لا بل إن صورة أخرى من زاوية أخرى وضحت إن نفس المبنى الذي تحدثنا عنه هنا لنأخذ هذه الصورة بشكل أوضح أو هذا الخط بشكل أوضح هذا هو المبنى الذي تحدثنا عنه واضح بمسافة لا بأس بها يأتي مبنى مرتفع آخر يوضح لك أن هذه مساحة مفتوحة ما بين هذين المبنيين. وبالتالي بالاستفادة من هذه المعلومات ومما نشر لنتجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت لنحدد بالضبط كيف جرت هذه العملية. هذه هي بيروت طبعا بالنسبة للضاحية الجنوبية بشكل عام هي تأتي تقريبا بهذا الشكل. هذه هي الضاحية الجنوبية والحديث هنا عن منطقة المشرفية الموجودة في بيروت. وإذا ما اتجهنا هنا إلى هذه المنطقة المشرفية تقريبا تأتي إلى الشمال من هذه المنطقة التي نتحدث عنها هنا. إذا ما بحثت عن المشرفية ستجدها هنا وهذا هو شارع هادي حسن نصر الله والحديث بأنها جاءت بهذا الاتجاه وبهذه المربعات من المباني التي نراها الآن. والمربع الذي استهدف من قبل الجانب الإسرائيلي هو هذا المربع تحديدا والهدف كان هنا تحديدا. لنقترب من هذه المنطقة لنتأكد هل فعلا هذه هي النقطة التي استهدف فيها صالح العاروري. بالاقتراب من هذه النقطة سترى فعلا بأن كل شيء متطابق مع ما رأيناه. هذا هو المبنى الذي تحدثنا عنه وبمسافة يأتي هذا المبنى مبنى أول بمسافة يأتي المبنى الآخر وبمسافة لا بأس بها ترى مبنى عالي يعني أن ليس هنالك شيئا. وهذا يوضح أن المبنى الذي أصيب هو هذا المبنى من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية. وإذا ما اقتربنا لنأخذ النقطة بدقة النقطة التي ضربت والتي أدت إلى هذا الحادث وتوقفنا هنا على سبيل المثال ستجد طبعا أن المبنى تقريبا يأتي في الطابق القبل الأخير هنا بهذا الاتجاه تقريبا كانت الضربة. هذه هي صورة أوضح من واقع الحال ومما جرى. هذه هي صورة ما جرى ولاحظ الضربة كانت دقيقة على هذه النقطة. وتستخدم الطائرات المسيرة عادة بمثل هذه الاستهدافات كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالعديد من الاستهدافات للعديد من قادة على سبيل المثال القاعدة أو سابقا استهدف أيضا قاعدة أو من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. تستهدف نقطة معينة يقتل من يقتل فيها بهذه النقطة دون التأثير على البقية رغم أن هنالك تأثيرات فعلا واضحة ولكن هذا هو الهدف الرئيسي من هذه الضربة. المثير أن يدعو تحرنوت قالت بأن العاروري لم يكن موجودا في هذا المبنى بل إنه كان متجها وكان يتحرك من هذا المبنى باتجاه سيارته بشكل مباشر أي أنه خرج من هذا المبنى وكان يتحرك باتجاه عربته وسيارته وجاء الاستهداف من قبل الطائرة المسيرة الإسرائيلية مباشرة على العربة وأردته قتيلا. وبعد ذلك طبعا في نفس الوقت استهدفوا العناصر من قيادات حركة حماس وكتائب عز الدين القسام استهدفوهم في هذا المبنى. بالتالي هذا يوضح أن العملية كانت معقدة للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي لم تكن عملية عادية تضرب نقطة واحدة فقط. واحدة من الأمور التي توضح بأن فعلا كان هنالك استهدافا لإحدى العربات والسيارات في هذه المنطقة هو واضح من خلال هذا التصوير. لاحظ من المبنى إلى هذه الصورة ترى بأن هنالك عربة هنا تحترق كما هو واضح. لقطة أخرى من المقطع الأول الذي رأيناه قبل قليل ستلاحظ أن اشتعال النار كبير يأتي على هذه العربة أو السيارة التي كان متجها لها طبعا صالح العاروري من خلال هذا الاستهداف الكبير. بالتالي جماعة الحوثي قامت بهذا الاستهداف على مستوى مضيق باب المندب بعد هذه الضربة الكبيرة التي هزت الداخل
اللبناني، وهذا الاستهداف هو ليس بالاستهداف العادي، قد تكون فيه العديد من الرسائل التي يجب أن ننتبه إليها. الطائرة المسيرة أولا واضح جدا بأنها عندما قامت بالاستهداف انطلقت من إسرائيل عبر البحر المتوسط لتصل إلى بيروت هنا بهذا الاتجاه، وقامت باختراق الأجواء اللبنانية وقامت بالاستهداف وتمكنت من قتل صالح العاروري. استهداف صالح العاروري يأتي في توقيت كبير، توضح فيه إسرائيل بأن لديها اختراق كبير للغاية على المستوى الاستخباراتي، ليس فقط على عناصر حزب الله اللبناني، لا بل أهم القيادات الموجودة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية على المستوى اللبناني. ويجب أن لا ننسى بأن كنا قبل أيام قليلة العام الماضي، نهاية العام الماضي تقريبا، كان هنالك استهدافا لرضا موسوي وهو قائد فيلق القدس الإيراني في سوريا، أيضا استهدفته إسرائيل في العاصمة السورية دمشق بعملية كبيرة للغاية أدت إلى مقتله على الفور. لاحظ كم من القيادات هم يقتلون بهذه العملية. العاروري واستهدافه تأتي ويأتي هذا الاستهداف بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي عن سحبها لحاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد من البحر المتوسط، في إشارة لإسرائيل بأننا لن نكون معك يا إسرائيل، لا نشجعكم أيها الإسرائيليون على هذه الحرب مع حزب الله اللبناني. إسرائيل قامت بهذه العملية في إشارة واضحة بأن لا مشكلة لديها في المخاطرة في الدخول بحرب مفتوحة مع حزب الله اللبناني. تالي إسرائيل واضح بأنها تبحث عن الكثير، خاصة وأن خلال شهر واحد فقط إذا ما حسبنا من ديسمبر إلى يومنا هذا، فإن الإسرائيليون تمكنوا من عملية استهداف عربة كانت فيها ويتواجد فيها العديد من عناصر كتائب القسام في جنوب لبنان، وقتلوهم جميعا، وأيضا قاموا باستهداف مقر لقوات الرضوان، قوات النخبة في حزب الله اللبناني. أيضا إسرائيل قامت باستهدافها بشكل مباشر في إشارة واضحة لإسرائيل بأنها ليست مهتمة في مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة معها أو ضدها، هي تبحث عن الضرب وضرب حزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية أينما كانت، وهذه المنطقة ملتهبة وملتهبة للغاية. وواحدة من الأمور المثيرة التي ذكرت من قبل باراك رافيد من موقع أكسيوس الأمريكي، قال بأن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا بأنهم متوجهين لاغتيال صالح العاروري. أبلغوا الإدارة الأمريكية بحسب باراك رافيد بمجرد ما بدأوا وأثناء تنفيذ العملية، أبلغوا الإدارة الأمريكية بأنهم يقومون الآن بعملية اغتيال العاروري. وهذا يوضح بأن إسرائيل بدأت تتصرف بمفردها بهذه المسألة، وهو الذي يجعل الأمور مشحونة للغاية. وواضح أن تصعيد جماعة الحوثي ممكن أن يتصاعد بشكل أكبر مع الوقت، وتتصاعد الأمور مع من حزب الله اللبناني بل حتى من الساحة السورية في ظل هذه الظروف التي نتحدث عنها. وخاصة أيضا كان هنالك انفجارا في العمق الإيراني في كرمان بالقرب من ضريح الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني اليوم. وبشكل مثير الجارديان البريطانية نشرت تصريحات لعدد من المسؤولين الإيرانيين قالوا من خلال هذا الانفجار، واتهموا مباشرة عملاء إسرائيل بأنهم هم الذين قاموا بهذه العملية، وبأن الرد يجب أن يكون مباشرة على تل أبيب وعلى حيفا ردا على هذه العملية التي أدت إلى العشرات من القتلى والجرحى. رغم أن هذه العملية في حقيقة الأمر من طبيعة الاستهداف وطبيعة الحادث، عادة عندما نرى مثل هذه الحوادث هي عادة تأتي من تنظيم داعش الإرهابي أو القاعدة أو غيرها، وليست إسرائيل التي عادة ما تستهدف علماء نوويين، قيادات بارزة مثل العاروري، مفاعلات نووية وغيرها من العمليات المعروفة الخاصة بها، إلا أن إيران تضع أصابع الاتهام على إسرائيل.